السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن مادة النباتات الطبية، وطبعا الناس متعقدة جدا من المادة، خصوصا بعد ما حضرت المحاضرة ولقت المادة كلها أسامي غريبة وألفاظ صعبة وحاجات كده. فإن شاء الله النهاردة هنحاول نبسطها وندي مقدمة كده عن المادة، ونتكلم عن إيه ورايحة فين وجاية منين، عشان الدنيا بس تبقى واضحة للناس إن شاء الله. في البداية كده، المادة من اسمها Medicinal Plants أو النباتات الطبية، يعني بتتكلم في المجمل عن النباتات اللي بتستخدم في العلاج أو في الوقاية من الأمراض، إما عن طريق النبات نفسه كإنتاير بلانت، أو إن أنا بستخلص من النبات جزء من المكونات بتاعته، حاجة اسمها الأكتيف كونستيتوينتس أو المواد الفعالة، وأبدأ أدخلها في الصورة الدوائية سواء تابلتس او كبسول او حقن او واتيفر، عشان اعالج بيها مرض معين او امنع مرض معين. فعندي انواع الميديسينال بلانتس، اما بتكون هيربس يعني اعشاب، او شربس اللي هي الشجيرات الصغيرة، او التريز الكاملة اللي هي الاشجار. هبدأ في البداية اتكلم عن المورفولوجي او الشكل الظاهري للنبات. المفروض ان احنا في المادة ماشية كالتالي: انت بتاخد اوفر فيو عن النبات، وبعدين بتبدأ تتكلم عن الشكل الظاهري ليه، وبعدين بتتغوط شوية فتدخل في التركيب التشريحي للنبات اللي هو الهيستولوجي بتاعه، وبعد كده تبدأ تاخد انواع الخلايا بتاعته، البارينكيما والكولينكيما والحاجات دي، وبعد كده تبدأ تاخد الاكتيف كونستيتوانتس في كل نبات بناء على كل نبات منتمي للفاميلي المعينة وهكذا. بس لسه الكلام ده جاي بعدين ان شاء الله. المهم هنبدأ الاول بالمورفولوجي اوف بلانتس. اي نبات في العموم بيتكون من حاجتين رئيسيتين: حاجة اسمها الشوت ستيم او الاريال بارت، ده الجزء اللي هو بيبقى موجود فوق التربة اللي هي الساق والاوراق والزهور والحاجات دي، والروت ستيم طبعا اللي هو الجذور، ده الجزء الموجود تحت التربة. فهنبدأ نتكلم عن الجزء اللي موجود فوق التربة اللي هو بداية الستيم، ده بيعتبر زي الدعامة الأساسية للنبات، هو اللي بيشيل النبات وبيشيل الأوراق المتفرعة وبتطلع منها الأزهار والثمار وكل الكلام ده. بينقسم إلى حاجة اسمها نودز أند إنتر نودز اللي هي العقد والسلميات، اللي هي المسافة ما بين كل عقدة واللي بعدها. انواع الستيم ممكن يكون هيربيشيس يعني عشبي، زي نبات البيبرمنت مثلا اللي هو النعناع، او ساكيولنت زي نبات قصب السكر، او وودي خشبي زي معظم الاشجار، تبقى حاجة صلبة. الستيم او الساق ليه وظائف محددة عامة في كل الاشجار او في كل النباتات. هو بيحمل الأجزاء الزهرية، وهو المسؤول عن تعريضها للشمس وللهواء وهكذا، وهو أداة توصيل المواد الغذائية أو النيوترينتس بين كل أجزاء النبات. وبعد ما بيوصل النيوترينتس دي لكل أجزاء النبات، بتم عملية الفوتوسينسز أو البناء الضوئي اللي بتتم في الأوراق، بياخد هو المنتجات اللي فيها ويوزعها على باقي النبات. بعد كده هنتكلم عن حاجة اسمها المونوبوديا، المودز اوف ستيم برانشنج او طرق تفرع النبات. عندي نوعين: النوع الاول اسمه المونوبوديال برانشنج، والنوع الثاني اسمه السيمبوديال برانشنج. تمام. بعد كده هنبدأ نتكلم عن عملية التوصيل داخل النبات. دي عملية طبعا زي ما احنا قلنا المسؤول عنها الساق، عن طريق حاجة اسمها الفيسلز والتراكيدز اللي هي الأوعية والقصيبات، ودي بيوصل فيها الووتر والنيوترينتس من التربة لباقي أجزاء النبات. والعملية التانية أو العكسية
اللي هي المنتجات اللي طالعة من الفوتوسينثيز اللي حصل في الأوراق، بيبدأ ينقله للساق والجذر. طبعا الكلام ده كله كلام فاضي وكلام في المقدمة كده، يعني مجرد بس عشان تعرف فكرة عامة عن النبات ومكوناته وبتاع. هنبدأ دلوقتي ندخل بقى في التركيب التشريحي للنبات أو الهيستولوجي اوف بلانت. هنبدأ بتشريح الساق إن شاء الله. فعندي الساق بيتكون من 3 من كونتنتس: الإبيديرمس أو البشرة، الكورتكس اللي هي القشرة، والستيل أو اللوب الداخلي أو يطلق عليه الأسطوانة الوعائية. فعند الإبيديرمس أو خلايا البشرة الخارجية للساق بتتكون من طبقة واحدة من خلايا لونجيتيودينال، ممكن يظهر فيها هيرز أو ستوميتا، ودي مسؤولة عن عملية الجاز اند ووتر اكستشينج، والمين فانكشن بتاعتها عملية البروتكشن أو الحماية للنبات. الطبقة التانية هندخل جوه شوية، طبقة اسمها الكورتكس أو القشرة، ودي بتتكون من 3 طبقات: اوتر لاير وميدل لاير وانر كورتكس أو اسمها الاندوديرمس، والمين فانكشن بتاعتها الاستورج أو التخزين. الستيل اللي هو اللوب، الجزء الداخلي بعد طبقة الكورتكس، وده بيتكون من 3 طبقات: الطبقة الأولى اسمها البريسايكل، ودي بتتكون من خلايا بارينكما أو سكليرينكما سيلز، وهنتكلم عنها بعد كده إن شاء الله. بعد كده حاجة اسمها الفاسكولار باندل أو الحزمة الوعائية، ودي بتتكون من الزايلم والفلويم اللي هو الخشب واللحاء، وبرضه هنتكلم عنهم بعد كده إن شاء الله. الطبقة الأخيرة البث أو النخاع، وده عبارة عن خلايا بارينكما أو خلايا برانشيمية. ما نيجي ناخد الفاسكولار باندل بقى بالتفصيل، هنلاقي ليها 3 4 أنواع. النوع الأول اسمه كولاترال، النوع التاني اسمه باي كولاترال، النوع التالت اسمه كونسنتريك، والنوع الأخير اسمه راديال. تمام. بعد كده هنبدأ نتكلم إن شاء الله عن تيشوز أو السيل تايبس اللي هي الأنسجة النباتية وأنواع الخلايا النباتية. التشو هو عبارة عن مجموعة من الخلايا المتشابهة في الشكل والوظيفة والتكوين، ودي بتنقسم إلى نوعين: سيمبل، ودي بتتكون من وان تايب اوف سيلز، يعني نوع واحد من الخلايا، يعني خلايا بارينكما يبقى كلها بارينكما، خلايا كولينكما يبقى كلها كولينكما، وهكذا. أو النوع التاني اللي هو الكومباوند أو الكومبلكس اللي هو المعقد شوية في التركيب، ودي بتتكون من different types of cells زي خلايا الزايلم والفلويم اللي هو الخشب واللحاء. فعند النوع الأول من التيشوز حاجة اسمها البارينكيماتس تيشو أو الخلايا البرانشيمية. النوع التاني اسمه الكولينكيماتس تيشو أو الخلايا كولينكيماتس اللي هي الكولينكيمية. النوع التالت اسمه كولورينكيميتاس تيشو او الكولورانشيمية، والنوع الاخير اسمه سكلورينكيميتاس تيشو، ودي بتكون غالبا عبارة عن الياف. ده كده يعتبر اوفر فيو عام على المحاضرة الاولى ومقدمة للمادة، عشان بس الناس تبقى فاهمة ومستوعبة النظام ماشي ازاي. هي المادة هتمشي بالنظام ده، هتبدأ تاخد انت انواع الخلايا، وبعدين تاخد الالياف اللي موجودة والحاجات الصغيرة اللي موجودة جوه النبات، وهتبدأ العملية تمشي بيك واحدة واحدة لحد ما توصل لحاجات مور ادفانسد شوية ان شاء الله، هنتكلم عنها في وقتها بإذن الله. وبالتوفيق ان شاء الله. جزاكم الله خيرا، فريق عمل أسرة حياة.